حوش الباشا أو مقابر أسرة محمد علي. هي بتقع جنوب شرق القاهرة جنب قبة الإمام الشافعي، يعني بالظبط ناحية عين الفيرة، وعبارة عن مجمع قببي. يعني إيه مجمع قببي؟ يعني مكان يحتوي على العديد من القبب. والمكان ده ملقيناش فيه نص تأسيسي، فإحنا معرفناش اتبنى سنة كام، لكن علماء الآثار قدروا يوصلوا لكده من خلال معرفة مراحل البناء بتاعته، لأنه اتبنى على 6 مراحل، ومن خلال تتبع التواريخ المكتوبة عليه وشواهد القبور. ولا نعرف يعني ايه شواهد قبور، عرفوا ان المرحلة الاولى بدأت منه سنة 1805، يعني في عهد محمد علي باشا. مساحة الحوش حوالي 2700 متر مربع، بيتكون من مدخل ليه وجهة واحدة، تمام. بعد كده بيوصلك لممر طويل، الممر ده مغطى بأبواب صغيرة حوالي 5 أبواب. بعد كده الممر ده فيه فناء زي ساحة واسعة بشكل دائري، كانت حديقة في الأول، بعد كده تحولت لمكان عادي. بعد كده يوصلك بقى كل ده للقباب أو لأماكن الدفن المدفون فيها أسرة محمد علي. احنا قلنا ان الممر الطويل ده يوصلك للمكان اللي مدفون فيه أسرة محمد علي. طب مدفون في مين؟ طبعا مدفون في ناس كتير جدا، لكن هنتكلم على اشهرهم. يعني اول ما بتخلص الممر كده وانت ماشي، في نهايته هتوصل لغرفة رقم 9. غرفة رقم 9 دي مدفون فيها واحدة اسمها شفق نور هانم، زوجة الخديوي اسماعيل. بعد كده على شمالها في ممر صغير يوصلك من غرفة 1 لـ5، من ضمنها غرفة 3 مدفون فيها احمد طوسن باشا اللي هو ابن محمد علي باشا. بعد كده يوصلك لباقي الغرف، منها غرفة 7 اللي مدفون فيها ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا. الحوش الجدران بتاعته معمولة من الحجر الجيري، والقباب بتاعته نصف كروية، يعني مزينة بالمقرنصات الجميلة اللي هي واخدة اقراص عسل النحل، بالاضافة ان فيها الشبابيك طبعا اللي تدخل الضوء والتهوية والحرارة. نيجي بقى لتركيبة الدفن نفسها او الاشخاص المدفونين نفسهم. الاشخاص المدفونين هنجد ان في التركيبة دي مش بيدفنوا في جوه التركيبة نفسها، لا ده بيبقى فيه غرف تحت الارض، تمام، بينزلوها فيها، بعد كده يحطوا التركيبة دي يعني فوق، يعني في قسمين، قسم تحت وقسم فوق. الغرف اللي تحت الارض، بعد كده القسم اللي فوق اللي هو التركيبة اللي هي بتبقى معمولة بالشكل الرخامي ده. والتركيبة دي فيها حاجة اسمها شاهد القبر. شاهد القبر ده بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه زخارف كتير بيبين رتبة الشخص. يعني ايه رتبة الشخص؟ يعني الشخص ده كان رتبته ايه ايام اسرة محمد علي، واسمه ايه، وهو الى اخره. وكمان ممكن نقدر نعرف من خلالها نوع الشخص المدفون، يعني نقدر نقول مين الشخص المدفون ده، سواء راجل ولا ست. طب ست نعرفه ازاي؟ لو لقينا فيه ضفائر بارزة او لفائف شعر، هنعرف ان المدفون هنا ست. طب لو لقينا شاهد القبر ده معمول على شكل العمامة او الطربوش، نعرف ان المدفون هنا راجل. هنجد ان محمد علي اما عمل المكان ده كان ذكي جدا، اختار ما يسمى العامل الديني بالنسبة للمصريين. ازاي؟ المكان ده فيه قبة الامام الشافعي، وان المصريين بيترددوا دايما على قبة الامام الشافعي، فاما يعمل كمان هو المقابر بتاعته في المكان ده، فالمصريين كده يترددوا على الناحيتين، يبقى على الامام الشافعي واسرة محمد علي لذكرهم يعني وكده. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم وارائكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. اشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.